تشهد تدشين برامج شركاء من أجل التنمية. وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية. هيئة الجمارك وشرطة المحاكم تبيدان مخدرات وعقاقير طبية بمصهر سارية. بنك السودان يحذر من التعامل بأنواع العملات المشفرة كافة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا إلى باقة من أحداث بلادنا، أحداث السودان من سودانية 24. مرحبا بكم. التقى عضو مجلس السيادة الدكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير بالقصر الجمهوري اليوم وفد منظمة قطرة ماء برئاسة باكنام عثمان رحمة، وبحث اللقاء المشاكل التي تواجه توفير خدمات المياه بولاية الخرطوم وخاصة منطقة الفتح بجانب المعوقات التي تواجه أداء المنظمة. وأشارت باكنام عثمان إلى النتائج الإيجابية التي خرج بها اللقاء، مضيفة أن عضو مجلس السيادة الدكتور عبد الباقي وجه بتوصيل 9 آبار بشبكات المياه لحل أزمة المياه وتنقيتها، وقالت إنها عرضت تجربة مربع 3 بحي كافوري والخاصة بالتخلص من النفايات لتطبيقها على ولاية الخرطوم وولايات السودان كافة. شهدت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور سلمى عبد الجبار المبارك اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم حفل تدشين برامج ومشروعات مبادرة شركاء من أجل التنمية التي تقودها قطاعات وشرائح واسعة من الشباب، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة زادنا والمبادرة. وقال الدكتور سلمى في كلمتها إن الاحتفالية تمثل فعالية تنموية ضخمة ذات أثر اقتصادي على السودان بشكل عام، مشيرة إلى أن سواعد الشباب وطاقاتهم تعتبر هذه التحديات أنها لا رجعة منها ولا نكوص، ولا بد أن يعيش السودان حرا وكريما في مصاف الدول المتقدمة ليفخر به الجميع وأن يكون سيدا في جميع المحافل. ولفت الدكتور سلمى عبد الجبار إلى وجود بعض العقبات التي يجب ألا تستثنى الأمة عن مسيرتها، ويجب أن تمضي بعزيمة نحو التصحيح والتغيير للأفضل. كما طلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك على مسيرة الأداء بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات والقضايا ذات الصلة بمستقبل المؤسسة الإعلامية وراهنها. وأوضح الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات دكتور عبد العظيم عوض في تصريح صحفي عقب لقائه عضو مجلس السيادة بالقصر الجمهوري اليوم أن اللقاء تناول مهنة الصحافة والتحديات التي تواجه المؤسسة الإعلامية في ظل المتغيرات الحالية، خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي. وأشار إلى أن اللقاء سيكون له ما بعده خلال الأيام القادمة تطويرا للصحافة بنوعيها التقليدي والإلكتروني. التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم مبعوث فرنسا الخاص للقارة الأفريقي السفير فريدريك كلافي، وبحث اللقاء تقدم السودان في التحول الديمقراطي وسبل توصل الحكومة السودانية لقرارات تصب في مصلحة الشعب وتعزز اتفاقية السلام بين الأطراف. وأوضح الوزير المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السودانية في بسط الأمن وتعزيز السلام، معربا عن أمله في أن يجد السودان كل المساعدات التي تساعده في تحقيق التحول الديمقراطي، وأن يجد الجدية من المجتمع الدولي في المساعدة ودعم مشروعاته للأمن الغذائي. وأتمنى المبعوث الخاص للقرن الإفريقي بأن تكون هنالك خطوات ملموسة للواقع الأفضل للسودان يحس بها المجتمع الدولي. من جانبها أكدت مديرة بعثة شرق إفريقيا اهتمامها بالنواحي الإنسانية والمساعدات واحتياجات الإنسان في الغذاء. ووصف الوزير أهمية الزيارة والتي يمكن أن تحقق غايتها في عكس صورة السودان للمجتمع الدولي. افتتح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون بجامعة نيالا المعمل المركزي للأبحاث لجامعات دارفور الذي يخدم كل ولايات دارفور في الأحياء الجزيئية. كما دشن حاكم إقليم دارفور برنامج زيرو قش الذي يهدف إلى تطوير نظام البناء بالمواد المحلية إلى المواد الثابتة في أعقاب تزايد عمليات الحريق في قرى ولاية دارفور. ويقوم بتطوير وتنفيذ المشروع مركز تطوير أبحاث مواد البناء بجامعة نيالا بشراكة مع مبادرة قريضة تستغيث. وقالت مدير المركز دكتور الشريف محمد آدم إن المشروع يهدف إلى تقليل كلفة البناء ومحاربة قطع الأشجار والحرائق بجانب تشغيل الشباب.
وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور محمد حسن دهب جامعة زالنجي بالإسراع والانتقال لمقرها الجديد في مباني اليوناميد، مؤمنا بأن الوزارة ستعمل على دعمهم في سبيل استقرار الجامعة من الناحية التشغيلية ومطلوبات الاحتياجات العاجلة لهذه المرحلة. جاء ذلك لدى لقائه اليوم والي وسط دارفور سعد آدم بابكر، وذلك بغرض التفاكر في استقرار جامعة زالنجي وانتقالها إلى مبانيها الجديدة بمباني يوناميد المخصصة لذلك الغرض. وقال الوالي في حديثه إن هذا المبنى المخصص لترحيل الجامعة يمثل إضافة حقيقية في تطور الجامعة وأداء دورها الأكاديمي بالرغم من التحديات والصعوبات التي تأتي في تأمين مباني الجامعة وكلفتها التشغيلية من حيث التأمين وكلفة الطاقة الكهربائية، مؤكدا أهمية التعاون المثمر بين الوزارة والولايات والجامعة لتوفير مناخ طيب لأداء الجامعة في مقبل الأيام. نفذت هيئة الجمارك وشرطة المحاكم صباح اليوم بمصهر سارية جنوب الخرطوم إبادة مشتركة عبارة عن كوكايين صافي وهيروين وبنجو وشاشمندي وحبوب مخدرة وكمية من العقاقير الطبية منتهية الصلاحية، وذلك بحضور قاضي محكمة الخرطوم شمال مولانا محمد سر الختم عثمان وممثلين للجهات ذات الصلة، وذلك تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بإبادة هذه الكميات بعد الفراغ من مراحل التقاضي كافة. وأوضح مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة طارق عبد الحميد محمد البهدي أن الكميات الخاصة بالجمارك كانت لضبطيات مختلفة من المخدرات نفذتها إدارة جمارك مطار الخرطوم، مبينا أنها عبارة عن 27 إعلان حجز وعدد واحد مسلسل مهملات تحتوي على 6 كيلوغرامات ونصف الجرام من مخدر الكوكايين وعشرة كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والمهلوسة والعقاقير الطبية. قام نائب والي جنوب كردفان مولانا رشيد عطية عطرون اليوم بزيارة إلى محلية الدلنج عقب تسلمه مهام به في الأيام الماضية، وكان في استقباله لجنة أمن المحلية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية ورجال الإدارة الأهلية. وخلال الزيارة عقد نائب الوالي اجتماعا مع الإدارة الأهلية بمحلية الدلنج الكبرى لمناقشة قضايا الإدارة الأهلية، وقال إن الاجتماع وقف على مجمل التحديات التي تواجه عمل الإدارة الأهلية، مؤكدا على أهمية الإدارة الأهلية باعتبارها الشريحة التي يعتمد عليها في تنزيل اتفاقية السلام وتحقيق الحكم الذاتي. من جانبه كشف الأمير حسن عبد الحميد النور أمير إمارة الأجنق عن أن الاجتماع سلط الضوء على اتفاقية جوبا لسلام السودان والأجسام المنوط بها تنفيذ هذه الاتفاقية، وأوضح حسن أن العبء الأكبر يقع على عاتق الإدارة الأهلية، وأشار إلى أن التدريب والتأهيل سيمكن الإدارة الأهلية في العمل على تنفيذ اتفاقية السلام التي تحوي الكثير من البنود والتي تحتاج إلى صبر وفهم كبيرين لتنزيل الاتفاقية على أرض الواقع. نظمت مجتمعات المجتمع المدني بشرق السودان اليوم ورشة مآلات الأوضاع الإنسانية بشرق السودان، والتي تتمثل في الفجوة الغذائية المخاطرة والحلول وشح المياه في بورت سودان بعد جفاف سد أربعات والفجوة العلفية ومهددات الثروة الحيوانية. وأكد رئيس تجمع المنظمات المجتمع المدني لشرق السودان أبو فاطمة أحمد أونور أن منظمات المجتمع المدني سباقة للعمل الإنساني وتدرك الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد خاصة شرق السودان. ولفت أونور إلى أن الفجوة الغذائية ناتجة من قلة الأمطار في خريف العام السابق التي انعكست في شح المياه وقلة المشاريع المزروعة وزيادة تكاليف الإنتاج نتيجة للظروف الاقتصادية وغلاء وانعدام الوقود. فاصل مشاهدينا، ومن بعده نتواصل في أحداث السودان إلى الحدث الاقتصادي. ابقوا معنا.